نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين أذلة صاغرين. فذكر الله تبارك وتعالى الدعاء في هذه الآية العظيمة، وبين أنه عبادة لله تبارك وتعالى، وأن الذين يستكبرون عن دعاء الله تبارك وتعالى سوف يصلون نارا وسوف يصلون سعيرا. بل بين الله تبارك وتعالى أنهم يدخلون النار أذلة صاغرين، وذلك جزاء ما كانوا يستكبرون في الحياة الدنيا عن دعاء الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح. وأما القول الآخر المشهور: الدعاء مخ العبادة، فإنه قول ضعيف لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح: الدعاء هو العبادة. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للدعاء آدابا إذا استكملها العبد المسلم ولم يتجاوز تلك الآداب إلى الاعتداء في الدعاء، فإنه على رجاء قبول دعائه من الله تبارك وتعالى. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للدعاء أوقاتا شريفة وأحوالا كريمة إذا وافقها العبد المسلم وهو يدعو ربه جلت قدرته استجاب الله تبارك وتعالى دعاء. ومن الأوقات الشريفة والأزمنة الكريمة التي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء ليلة القدر ويوم عرفة إلى غير ذلك من الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوالا شريفة إذا وافقها العبد المسلم وهو يدعو ربه جل وعلا استجاب الله تبارك وتعالى دعاء. من تلك الأحوال حال السجود، عندما يكون العبد ساجدا لربه تبارك وتعالى فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك في حال التقاء المشركين بالمؤمنين عندما يلحم بعضهم بعضا عند الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا من الأحوال الشريفة التي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء. وأما آداب الدعاء التي ينبغي للعبد المسلم أن يحصلها إذا أراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى ويتحصل على القبول، فمنها وهو آكدها: تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنا يعني فكيف يستجاب لذلك؟
فإذا أكل العبد من الحرام فإنه لا تقبل دعوته، وإذا ما حصل العبد الحرام ثم رفع يديه إلى السماء فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءه. ومن آداب الدعاء الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، يقول ربنا جلت قدرته: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يقدم الإنسان إذا أراد الدعاء عملا صالحا بين يدي الدعاء، وفي ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فإن كل واحد منهم قد توسل إلى الله تبارك وتعالى بأعظم أعماله التي عملها لله جل وعلا، فاستجاب الله دعاءهم. ومعنى ذلك أنك إذا قمت مرة بعمل تظن أنه مقبول عند الله تعالى، فيمكنك أن تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل كبكاء مرة من خشية الله تبارك وتعالى خالية، أو إعانة محتاج، أو تفريج كربة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فتذكر العمل الصالح الذي تظن أنك كنت مخلصا فيه لله وتقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل، وتذكر العمل خالصا لوجهك الكريم، ففرج عني ما أنا فيه، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار. من آداب الدعاء أيضا الوضوء، وقد صح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم عليه بعض أصحابه تيمم من جدار الحائط ثم رد عليه السلام. وإذا كان هذا في مجرد رد السلام فكيف بذكر الله سبحانه، فإنه أولى بذلك. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، والدعاء ذكر. فإذا أراد العبد أن يدعو ربه تبارك وتعالى فتوضأ فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرد السلام تيمم ثم قال للذي سلم عليه معتذرا: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، وقد استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في غير موطن، كما فعل ذلك في غزوة بدر، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، فهذا دليل الاستحباب. وأما دليل الجواز فيمكن للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى مستدبر القبلة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان على المنبر وجاء الرجل الأعرابي فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى لينزل المطر، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدار حتى يكون وجهه الشريف إلى القبلة، وإنما دعا ووجهه إلى المستمعين في المسجد. ومعلوم أن الخطيب يكون مستدبر القبلة، فدعا ربه جل وعلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فنزل المطر حتى إنه أهمهم كيف يرجعون إلى بيوتهم. وأيضا من الآداب التي يتحصل عليها العبد عند الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثناء على الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. فالإنسان يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى إذا أراد الدعاء،
ثم يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبسط العبد يديه ويرفعهما حذو من كفيه. فهذه حالة من الحالات التي تكون عند الدعاء، أن يجعل الإنسان كفيه إلى جهة السماء ويبسط يديه حذو من كفيه، أو يقنع بهما وجهه، هكذا يقنع وجهه بيديه. وهناك حالة أخرى أن يرفع يديه لاثنتين في حالة الابتهال، يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في غزوة بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخطيب على المنبر فإنه لا يرفع يديه، وإنما رفع اليدين بالنسبة للخطيب أن يكون هكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالمسبحة إلى السماء، فهذا حال يدي الخطيب عندما يكون داعيا على المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما خائبتين. فيرفع الإنسان يديه ويبسطهما حذو من كفيه، أو يقنع بهما وجهه، أو في حال الابتهال يرفع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأما الخطيب فيشير بالمسبحة إلى السماء. ويتأدب ويخشع ويسكن، يتأدب ويخشع ويسكن في حال الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فهذا حال من حالات التأدب من النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. وأما الخشوع فإن مسلم ابن يسار رحمه الله يقول: لو كنت بين يدي ملك تطلب حاجة لسرك أن تخشع له. لو كنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا تطلب منه شيئا لسرك أن تكون عنده خاشعا. وأما المسكنة فإنها وردت في أحاديث الاستسقاء، عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بإخوانه إلى الخلاء يستسقي ربه جل وعلا، ومعلوم أنهم كانوا يجعلون ظهور أرديتهم إلى باطنها، ويجعلون باطن أرديتهم إلى ظهورها، ويخرجون في حال مسكنة ومدلة لله رب العالمين. ومن الآداب آداب الدعاء أن يسأل بأسماء الله تعالى العظام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن يقول مقدما الاسم الذي يناسب المطلوب: اللهم يا غني أغنني، اللهم يا كريم أكرمني، اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمني. فيقدم بين يدي الدعاء ما يتناسب من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وعندنا أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها اسم الله الأعظم، فمنها: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول هذا الدعاء فقال: لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه جل وعلا فليسأله باسمه العظيم الأعظم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه. النص الثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ربه بهذا الدعاء قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه الأدعية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها اسم الله الأعظم
العبد المسلم الذي يسمعها ولا يحفظها ولا يستعملها ظالم لنفسه كبر عليه أربعا فقد مات. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا حديث ثابت صحيح. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم، فهذه ليونس. ثم قال جلت قدرته: وكذلك ننجي المؤمنين، فهذه للمؤمنين. فهذه الثلاثة الأدعية هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تبارك وتعالى به أجاب، وإذا سئل به الله تبارك وتعالى أعطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا الحديث الأول: لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الدعاء الأول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الدعاء الثاني: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وأما الثالث فدعوة ذي النون، دعوة يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الآداب التي ينبغي للعبد المسلم أن يأخذ بها إذا أراد دعاء الله جلت قدرته أن يأخذ بالأدعية المأثورة. فإذا كان عليه دين مثلا قال: اللهم اقض عني ديني، وهذا حسن. ولكن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين هو الحديث الذي أخرجه الترمذي عن علي أن مكاتبا له جاء إلى علي رضوان الله عليه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فمن كان عليه دين فقال: اللهم اقض عني ديني، فهذا حسن. ولكنه لو أخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فعنده وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله تبارك وتعالى عنك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والعبد إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا فعليه أن يخفض صوته لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا تبارك اسمه وتعالى جده. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفضوا أصواتهم في حال الدعاء، لأنهم كانوا إذا جاءوا على واد رفعوا أصواتهم بالدعاء يدعون الله تبارك وتعالى بصوت مرتفع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء أن يعترف العبد بذنبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا دعوت ابدأ بنفسك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا وذكر أحدا في دعائه بدأ بنفسه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي، فبدأ بنفسه، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وإذا كان إماما لا يخص نفسه بالدعاء، إذا كان إماما لا يخص نفسه بالدعاء، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. هذا حديث ضعيف، ولكن هذا عندما يكون داعيا ويؤمن المأمومون. وأما إذا كان الإمام يدعو لنفسه في حال سجوده مثلا، فلا شيء عليه لو دعا لنفسه وخص نفسه بالدعاء ولم يذكر ممن خلفه أحدا. ولكن أنت تعلم أن الإنسان كلما عمم الدعاء كلما كان على رجاء الإجابة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن العبد إذا قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كان لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فيدعو الإنسان ويعمم في الدعاء على رجاء القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا دعا الإنسان فعليه أن يعزم الدعاء وأن يجتهد فيه وأن يجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، يقول: وليعزم مسألته، إن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له. فلا يستثني العبد في الدعاء، يعني لا تقول الله عز وجل يغفر لك إن شاء الله، لا تستثني، ولكن تقول غفر الله تبارك وتعالى لك، ولا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له، يفعل ما يشاء. وأيضا يحضر قلبه ويحسن رجاءه عند الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. هذا حديث حسن. ويكرر العبد الدعاء، يعني إذا دعا ربه يكرر الدعاء مرة ومرتين وثلاث مرات، ويلح في الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا كما في صحيح مسلم. ولا يدعو الداعي بإثم ولا بقطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولا بأمر قد فرغ منه. لا تدعو بأمر قد فرغ منه، فإن ذلك من الاعتداء في الدعاء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها تدعو له صلى الله عليه وسلم ولأبيها ولأخيها أن يمتعها الله بهم، يعني في طول العمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يعجل الله شيئا قد أجله. فلا يدعو الإنسان بأمر قد فرغ منه، الأمر الذي مضى وانتهى ووقع ومضى لشأنه في دنيا الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لن يغيره. ولا يدعو الإنسان بمستحيل، فإن الدعاء بالمستحيل من ألوان الاعتداء في الدعاء. فأن يدعو الإنسان ربه أن يزوجه حورية من الحور العين وهو في حال الدنيا، فإن ذلك لا يكون أبدا. وإنما على العبد أن يدعو ربه تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدي. وقد سمع عبد الله ابن مغفل رحمه الله ابنه يقول:
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني في الوضوء وفي الغسل بالوسوسة والإكثار بالإسراف من استخدام الماء، وفي الدعاء بأمثال هذه الأشياء. يقول اللهم نجني من النار من سلاسلها ومن أغلالها ومن حميمها ومن سعيرها ومن حياتها ومن عقاربها ومن مهلها ومن غسلينها ومن حميمها. هو إن نجاك من النار نجاك من هذا كله. أو يقول اللهم أدخلني الجنة ومتعني يا رب العالمين بقصورها وأشجارها وأنهارها وحورها أن أدخلك الجنة متعك بهذا كله. فهذا من ألوان الاعتداء في الدعاء. ومن آداب الدعاء ألا يتحجر، ألا يضيق واسعا، ألا يضيق ما وسعه الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الرجل الأعرابي يدعو له صلى الله عليه وسلم ولنفسه ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال لقد تحجرت واسعا يا أخي، لقد تحجرت واسعا. وهو ثابت في الصحيح، رحمة ربك تبارك وتعالى لا يحدها شيء، فلما تحجر رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا سألت ربك حاجتك فاسأل حاجتك كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم فليكثر، فلتكثر في المسألة ولتطلب ما شئ من غير ما اعتداء في الدعاء، فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم ربه فليكثر فإنما يسأل ربه. ولأن الإنسان إذا سأل فتحرز أو توقى في الدعاء عند المسألة فإنه يخشى من أن الذي يسأله لا يقوى ولا يقدر أو لا يملك أن يعطيه ما يسأله إياه. ولكن إذا كنت تسأل ذا القوى والقدر من بيده ملكوت كل شيء فلما لا تكثر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن الداعي والمستمع، لأن التأمين هو طلب إجابة الدعاء من الرب جل وعلا واستنجاز الإجابة من الله تبارك وتعالى، وهو تأكيد للدعاء. فالتأمين تأكيد للدعاء، ولا يستعجل، لأن كثير من الخلق يدعون الله تبارك وتعالى ثم يستحسرون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. فإذا ما استعجل فإنه لا يستجاب له. يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني عندما يكون عند إنسان ولد وهذا الولد ليس على ما يرام من جهة الشرع أو من جهة الأدب، يدعو ربه ليصلحه ثم لا يجد الإجابة سريعا، فيقول له قائل يا أخي أدعو الله له وأكثر من الدعاء له عسى الله أن يصلحه، فيقول والله يا أخي لقد دعوت كثيرا فلم يستجب لي. حينئذ لن يستجاب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، ولكن حري جدير بمن أدام قرع الأبواب أن يفتح له، حري بمن أدام قرع الأبواب أن يفتح له. وقديما قال الصالحون عليهم الرحمة إن الله تبارك وتعالى إذا دعاه العبد الصالح المؤمن قال الله تبارك وتعالى لملائكته يا ملائكتي استجيبوا لعبدي هذا حاجته وأخروها له فإني أحب أن أسمع صوته. وإذا دعا العبد الشقي ربه جلت قدرته يقول يا ملائكتي استجيبوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته.
فإني لا أحب أن أسمع صوت. فإذا دعا العبد ربه جل وعلا فلم يستجب له مباشرة عند الدعاء فلا يعجل، يقول إنما دعوت فلم يستجب لي، ولكن عليه أن يصبر، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجله شيء. وقد أخذ عمر رضوان الله عليه بيد العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاء من أجل أن يستسقي الله تبارك وتعالى لأهل المدينة، فقال اللهم كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم لا من بعد ممات، وإلا لو كان التوسل بالأموات جائزا ما أخذ بيد العباس إلى الخلاء، وإنما كان يستغيث بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مات. ولكن إذا مات العبد انقطع الأمر في مسألة التوسل، فلا يتوسل بميت قط. وهذا عمر يأخذ بيد العباس وهو حي وعنده قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أنه لا يجوز أن يتوسل بميت أبدا ولو كان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أنه يقول كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. ثم طلب من العباس أن يدعو الله، فقام العباس فدعا الله تعالى فسقاهم الله. فهذه جملة الآداب التي على العبد المسلم الداعي أن يحصلها من أجل أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. وإذا ما نظرت في هذه الآداب وفي تحصيلها منك في حال دعائك علمت لما لا يستجيب الله تبارك وتعالى له، لأنك لا تأتي البيت من بابه وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى فحصل آداب الدعاء أولا، ثم تحرى أوقات الإجابة الشريفة كليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وساعة الجمعة وجوف الليل الآخر ونصف الليل الثاني ووقت السحر وعند النداء بالصلاة ما بين الأذان والإقامة لا يرد دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الإقامة إقامة الصلاة أيضا، وعند التحام الصفوف في حال الحرب، وبعد الصلوات المكتوبات دبر الصلوات المكتوبات سواء كان قبل السلام وبعد التشهد أو بعد التشهد على خلاف بين أهل العلم، وفي السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعند تلاوة القرآن ولا سيما عند الختم كما قال مجاهد فيما رواه ابن أبي شيبة إذا ختم القرآن نزلت الرحمة. وكان بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كأنس رضي الله عنه يقرأ القرآن، فإذا أتى إلى الختم دعا أهل بيته ودعا من كان هنالك من أهل بيته فجلسوا يشهدون الختم، يقول إن الملائكة تتنزل عند ختم القرآن، وكذلك عند شرب ماء زمزم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وعند صياح الديكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، واجتماع المسلمين في مجالس الذكر والعلم فإنه أيضا من المواطن التي تستجاب فيها الدعوة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، وعند تغميض عيني الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تؤمن على الدعاء فقال ادعوا ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكذلك عند احتضار الميت وعند نزول الغيث من السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن عاتقه عن كتفه، يعرض كتفيه لماء المطر عند النزول من السماء، ثم يدلك بذلك جسده صلى الله عليه وسلم ويقول إنه
أي ماء المطر حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. وهذا حال من أحوال استجابة الدعاء وزمان من أزمنة استجابة الدعاء، فتحروا أوقات الإجابة الشريفة، ومنها ليلة القدر عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها ملائكة أكثر من عدد الحصى في الأرض. إن الله تبارك وتعالى في ليلة القدر يأمر الملائكة بالتنزل، وكذلك الروح القدس عليه السلام، حتى إن الملائكة في الأرض أكثر عددا من حصى الأرض، كما قال عبد الله ابن عباس، بل إن بعض العلماء يقول إن الشمس تطلع صبيحة ليلة القدر بيضاء. قال العلماء لأن الملائكة تكون في حال صعودها إلى ربها، والملائكة أجسام نورانية قد خلقت من النور، فهي في حال صعودها إلى ربها جل وعلا عند شروق الشمس، فتكون حاجزة لذلك الضوء الذي يتأتى من الشمس، فتبدو الشمس بيضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في صبيحة ليلة القدر. في ليلة القدر عباد الله يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء، وفي ليلة القدر عباد الله يعتق الله تبارك وتعالى السعداء من النار، وفي ليلة القدر عباد الله يؤتي الله تبارك وتعالى السائلين سؤلهم، في ليلة القدر عباد الله تتنزل رحمات من عند الله رب العالمين لا تتنزل إلا في ليلة القدر، وهي ساعات معدودات. المرء إذا أصابه ألم بليل قضاه مسهدا متململا متيقظا يعاني من حال المرض، أفلا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في حال الصحة بما يكون مجبورا على التوجه به من الزمان في حال المرض إلى المعاناة والألم، يتوجه في حال الصحة إلى الله تبارك وتعالى، يأخذ من غناه لفقره، ومن شبابه لشيبته وشيخوخته، ومن قوته لعجزه ومرضه، فإن الإنسان لا يدري ما يأتي به الغد من مقادير الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الليلة من عتقائه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، 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 اللهم اكتب لنا البراءة من النار، ولا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ولم شعة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين، واحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم طهر أرض المسلمين من المجرمين الكافرين المعتدين يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم نكس أعلامهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل قلوبهم هواء، اجعل قلوبهم هواء، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا
ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وارحم المسلمين والمسلمات. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم اكشف عن قلوبنا الحجب، اكشف عن قلوبنا الحجب، اكشف عن قلوبنا الحجب. اللهم ارفع الحجاب عن أعيننا يا رب العالمين، ارفع عن أعيننا حجابها، ارفع عن أعيننا حجابها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ربنا اصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، بيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.